قبل الاستانس وباس نيرفوزا. يبقى الاستانس والنيرفوزا ليهم الامتحان. خلاص؟ يبقى الاستانس وايه؟ ونيرفوزا كانوا بيجوا في الامتحان. الاستانس ونيرفوزا كانوا بيجوا في الامتحان. خلاص؟ طيب. يبقى باس الاستانس باس نيرفوزا. خلاص؟ باز نيرفوزا مهمين قوي في الامتحان. وعملت فيهم مقلب من سنتين جابت لهم نيورو سكريتوري سيلز اوف ذا هايبوثالامس. ده كان مقلب لان بيان مش مقصود كده خالص. فطبعا قللوا شويه من الفسيولوجي وجابوا شويه من الفسيولوجي على ربنا اكرم. يعني كان السؤال نيورو سكريتوري سيلز اوف ذا هايبوثالامس. هو دايما بيبقى كل سنه في حاجه كده مش كومن بتيجي في الامتحان. خلاص يا بنتي نايم ايه زينبو زينبو ما كتبتيش ليه يا زينبو كتير. طيب compare between cortex and the middle. تيجي سؤال في الامتحان ده هدايا يعني في ثايرويد الثايرويد فوليكل سؤال. هي الثايرويد ما بتجيش من بابها كده اكتب ثايرويد لا فوليكلز ثايرويد فوليكلز thyroid follicles. Describe thyroid follicles. خلاص كده؟ تمام؟ اوكي؟ تعالوا بقى ناخد الثيرويد كلام. الباراثيرويد تيجي سؤال في الامتحان. الباراثيرويد بيجي دايما الجدول بتاع comparison between follicular الشيف سيل and الاوكسافيل سيلز. شيف سيل and الاوكسافيل سيلز. بس كده بيجوا دايما سؤال في الامتحان. يلا بقى نبتدي بقى. اوكي تعالوا ناخد ثيرويد. اتفقنا اي جلاند ليها حاجه اسمها ستروما وحاجه اسمها بارينج. ايه الستروما؟ نمبر 1 كونكتيف تيشو. ها قولوا بقى ايه العيال دي؟ كبسول نسند فروم كبسول ترابيكلي. نمبر 3 ريتيكولار كونكتيف تيشو ستين والسيلفر 2 سب ثروت. خلاص. طب تعالوا بقى ناخد الفيرويد. اتفقنا ما تقعدش تحفظ. احنا لينا ميكانيزم. يعني ايه كبسول؟ دنس كونكتيف تيشو. ويعني اتفقنا يعني ايه كلمه دنس؟ يعني الكولاجين فايبرز بريدومينيتنج. خلاص. طب تعالوا ناخد الثايرويد سوبرفيشال جلاند هنا في الرقبه. اتفقنا الحاجات السوبرفيشال نحط لها كبسول تخين ولا رفيع؟ تخين. خلاص اتفقنا. يعني جيت قلت لكم باراثيرويد احط لها كبسول تخين ولا رفيع؟ تخين لازم. تمام؟ وكل ما ادخل ديب احط الكبسول ثان. And just exception كان السبلين السنه اللي فاتت بس ده عشان دعمته بمصر. الكبسول بتاعه كان تخين رغم ان هو انترا ابدومينال اورجن بس عشان الكبسول اضطرينا ندخله لان حطينا فيه مصر. والمصر حطيناه عشان يعرف يكونتراكت. يبقى كل حاجه انا معمول حسابها. بس لقينا لما جينا قرينا ثايرويد ان الكبسول بتاعه مش تخين رفيع. ليه؟ لان اكشولي قسمناه على تو كبسولز. يبقى هو بدل ما حطينا واحد تخين حطينا ايه؟ اثنين رفيعين. واحد سميناه بري تراكيا فاشيا والتاني سميناه ترو كبسول وتش الثين كبسول. يبقى اكشولي بدل ما نعمل 1 كبسول تخين عملنا 2 كبسولين رفيعين. واحد سميناه بري تراكيا فاشيا والتاني سميناه ترو كبسول وتش الثين كبسول. خلاص؟ اوكي اتفقنا كده؟ يبقى انا كده عندي عشان ما اقعدش في الامتحان بقى الخبط نفسي كتير انا اتفقنا ان خدت سوبرفيشال موست الكبسول بتاعها ايه؟ خلاص تو بروتكت. ودايما الحاجات السوبرفيشال علشان كمان في حاجات اعمل لها اكسترا بروتكشن زي السوبر رينا قلنا كمان بطل احط فوقيها كمان ايه؟ فات عشان اكفرت. اوكي؟ واتفقنا ان الباراتيد لما تيجي تاخد السنه الجايه تعرف ان كمان فوقيها ايه؟ فات علشان ابروتكت. طب والثايرويد قال لك الكبسول بتاعها اكشوالي اتقسم لتو كبسولز واحد اسمه ترو كبسول حقيقي لازق على الجلاند
ده ثانكم انك تفتيشوا كبسول دانس. نمبر 2 عينين من بره كافر بالبري تراكين فاشل. خلاص كده خلصنا. طب ننزل من الترابيكلي تو ديفايد الجلاند انتو انكمبليت لوبيولز. ثانكم من الكبسول ديسندنج الترابيكلي تو ديفايد الجلاند انتو انكمبليت لوبيولز. طب لوبيول ده تصغير كلمه لو. طب هي مقسومه لكام لو؟ اتنين لو. لا مش هتقولوا كتير. اتنين لو جنب بعض ويربط بينهم حاجه اسمها الاسمس رفيعه، يبقى اتنين لو. طب وكم لوبيول؟ كتير بس ايه؟ انكمبليت. يعني ايه انكمبليت؟ لو انا جبت جلاند اهي وقسمتها لسته لحتت كده، هل انت شايف مقاطع بينك؟ ده اسمه لوبيول بس شكل يعني ايه مش مكمل لوبيول كامل. غير ان انا اعمل كده انا كده مقسمها لك انتوا ايه؟ لوبيولز كامله شايف؟ لكن لو انا عملت السته وما بكملش يبقى دي اسمها ايه؟ انكمبليت لوبيولز. اللوبيولز داخله على بعضيها تمام كده؟ طب هو ليه دايما بنحط سته؟ ايه الغرض ان احنا نحط سته؟ عايزه حد يقول لي ليه بنحط سته؟ سبورت نو. السته هي المجرى اللي بيمشي فيها البلاد سبلاي اند نيرف سبلاي اوف ذا جلاند. طب ولو الجلاند دي اكسوكراين بيمشي فيها الضغط سيستم، بيمشي فيها كمان ايه؟ الضغط. خلاص؟ يبقى لو الجلاند كمان دي اكسوكراين مش اندوكراين، السته دي هي المجال اللي بيمشي فيه الضغط. طب يبقى انا عاملاها سته دي ممرات ما انا ممكن ما اعملش سته واسيبها سايحه على بعضيها. قال لك ما فيش البلاد فيسل والنيرف سبلاي والليمفاتيك درينج والفينس درينج لازم يمشوا جوه سته. تمام يعني كده؟ لازم يمشوا جوه كونكتيف تيشو. يبقى دي ترابيكلي. اخر حاجه ريتيكولر كونكتيف تيشو تو سبورت الجلاند معموله من ريتيكولر سيلز اند فايبرز تستين وستين. خلصنا كده؟ تعالوا ناخد البارينكيما. وحده بناء الثيرويد جلاند الكور دي اسمها فوليكلز، وكلمه فوليكل يعني كوره. كلمه فوليكل يعني كوره. الفوليكل دي عباره عن كرات مختلفه الحجم، قد تكون راوندد قد تكون اوفل، قد تكون كبيره قد تكون صغيره. الكره الواحده اسمها فوليكل. اسمها ايه؟ فوليكل. يا ستي اسمي اسمكي معلش انا انسى. منها. شايفه منها ولا عمالك شايفه ولا عاملينك شويه بس كده افضل شويه احسن. دي اسمها فوليكلز. الكوره دي اسمها فوليكل، اوكي؟ بص كده على الفوليكل. دي الفوليكل. الفوليكل دي اندوكراين ولا اكسوكراين؟ اندوكراين. يعني بيطلع السكريشن منها الضغط ولا من غير ضغط؟ من غير ضغط. طب اللي يبقى لازم يبقى حواليها ايه؟ سينوسويد. واتفقنا امتى بنستخدم كابيلاري؟ لو السكريشن صغير شويه، وامتى استخدم سينوسويد؟ يعني حاجات اكبر شويه في الحجم. تمام كده؟ طب بصوا بقى الفوليكل دي بتعمل السكريشن ازاي؟ سيب بقى الكتاب لان انا دلوقتي في خلال 10 دقائق اكون خلصت الثيرويد اند باراثيرويد. فالدقائق خلصت. بس تتفهم الاول وبعدين نمسك الكتاب. دي الفوليكل. وايه الكره الحمراء اللي في النص دي؟ دي حاجه اسمها ايودينيتد ثيروجلوبيلين. اسمها ايه؟ ايودينيتد ثيروجلوبيلين. اللي هي اسمها الثاني كولويد. اسمها الثاني ايه؟ كولويد. وما معنى كلمه كولويد؟ سائل غربي دافئ. فيسكس سوليوشن. يعني مش ميه سائله ولا سوليد ماتيريال. حاجه جيلي. اسمه كولويد. خلاص؟ يبقى الكولويد ده عباره عن ايه؟ ايودينيتد يعني ايودين ثيروجلوبيلين. ولما مسكوا كلمه ثيروجلوبيلين ده لقوه جلايكوبروتين ماتيريال. ايه ده؟ يبقى هنا في ثلاث مركبات مع بعض، ايه هما؟ ايودين وايه؟ ايودين وبروتين وشوجر. بس يبقى في هنا ايه؟ ايودين وبروتين وسكر كربوهيدرات. تمام؟ طب التلاته دول على بعض اسمهم ايه؟ كلمه كلهم. ده تفسيرهم الكيميائي. الكيميكال كومبوننت بتاعتهم ايودين وثيروجلوبلين اللي هو عباره عن كولويدز اللي هو عباره عن جلايكوبروتين ماتيريال. تمام كمان؟ تمام كده؟ طب تعالوا بقى ناخد كده. حوالين الكولويد ده خلايا سرقه دي اسمها فوليكيولار سيلز. ومعاهم واحده اسمها البارا فوليكيولار سيلز. بس نسبتهم كام؟ دول 98% دي 2%. لا
لو سألتك بذكائك المعهود اللي عايش بيه في المجتمع ومبوظ الدنيا، تفتكروا مين فيهم اللي هيعمل الكلوني؟ اللي نسبتهم 98% ولا اللي نسبتها 2%؟ أكيد اللي نسبتهم إيه؟ 98% هم المسؤولين عن تكوين الكلوني. تمام كده؟ طب بصوا بقى، السلز دي اسمها فوليكيولار سلز، هي كيبويدال سلز، ليها سنتر اراوند النيوكلي اند بيزوفيليك سيتوبلازم. الوصف ده ال ام ولا اي ام؟ ال ام. يبقى السلز دول شكلهم ايه؟ كيبويدال، ليهم سنتر اراوند النيوكلي، ليهم بيزوفيليك سيتوبلازم. تمام كده؟ طب ممكن اسال حضرتك سؤال تاني، السلز دي بتعمل ايه؟ قال لك شوفوا بقى، تيجي تاخد من البلوت فيسل اللي حواليها ايودايت اللي انت بتاكله، انت واخده في اكلك ايودايت، واخدينه في الملح في المأكولات البحريه، واخدينه في الحاجات دي، وتحوله الى ايودين وتوديه في اليوم. يبقى هي خدت من البلوت فيسل ايه؟ ايودايت، وبعدين حولته الايودين وديته لمين؟ لليوم. At the same time السلز دي بتاخد امينو اسيدز جوه، بتحول بروتين في ال RDR، بعدين توديه على جولجي، نعمل منه جلايكوبروتين ماتيريال، تطلع الجلايكوبروتين in the form of vesicles، والفيزيكال دي تودي السكريشن انتو هيومن. يبقى تاني كده عملنا ايه؟ ار اي ار صنع البروتين وديته للجولجي ابريتس، والجولجي اضاف له سكريات فخلاك جلايكوبروتين، الجلايكوبروتين ده اتعمل في صوره سكريتوري فيزيكلز، السكريتوري فيزيكل وديته لمين؟ للهيومن. ات ذا سيم تايم السيل دي خدت ايودايد وحولته الى ايودين وديته مين؟ لليومن. يبقى حد يقول لي كده اليومن ده بقى فيه حاجتين، مين مع مين؟ جلايكوبروتين وايودين، جلايكوبروتين وايه؟ وايودين. طب وبعدين اتحاد الجلايكوبروتين مع الايودين في اليومن اسميه كولويد، اسميه ايه؟ كولويد. وتفضل مخزنه الكولويد جوه هنا في اليوم. طب حبينا نعمل تي 3 وتي 4، تعمل ايه؟ السل تروح واخده من الكلويد تاني مبتلعه الكلويد داخلها، ولما تبتلع الكلويد داخلها تبتلعه بطريقه البينوسايتوزيس، لانه سائل ليس صالد، سائل بس لازق شويه، تبتلعه بطريقه اسمها بينوسايتوزيس، وتحلله تكسره by action of lysosomes، وتحوله الى T3 و T4 وتوديه للفينستريتد بلود كابيلاري او سينوسويد. حد بقى يقول لي كده تاني ايه اللي حصل؟ هي خدت من البلود ايه؟ خدت منه ايودين وحولته الى ايودين. At the same time خدت المواد الاوليه اللي تصنع منها بروتين، وصنعت منها بروتين جوه ال RER وديته تو جولجي، والجولجي حوله الى جلايكوبروتين وطلعه في صوره سكريتوري فيسكل، والسكريتوري فيسكل عملت له سكريشن انسايد اليومن. اسم الماده المفرزه ثايروجلوبين، اسمه ايه؟ ثايروجلوبين، اللي هو جلايكوبروتين ماتيريال. اد عليه ايودين، لما اد عليه ايودين نسميه ايودينيتد ثايروجلوبين، اللي هو اسمه كولويد. الكولويد يتحوش فين؟ في اليوم. طب وبعدين عايزين نصنع من الكولويد تي 3 تي 4، تعمل ايه؟ تروح بلع تاني قطعه من الكولويد، تبلعه عن طريق ايه؟ بينوسايتوزيس. طب وتكسره عن طريق لايزوزومز، وبعدين تحوله لتي 3 تي 4 توديه تاني تو بلاد فيسل. يبقى استخدمت البلاد فيسل استخدامين، مره ابتيك ومره سكريشن. ممكن اسالك سؤال محرج؟ هي السل خزنت تي 3 وتي 4 انسايد ايت؟ هل دي ستورد سيلز؟ فاكرين لما قلت لكم الكاركتر بروتين فورمينج سيل تبقى ايه؟ ار اي ار جولجي ابريتس
الميتوكوندريا may be secretory granules أو لا، ممكن تبقى جرانيول أو إيه لا، هل دي عندها جرانيولز بتستور فيها سيكريشن؟ بس عندها سيكريتوري فاسيكلز. هي ايه سيكريتوري فاسيكلز؟ اللي طالع من فيها الثايروجلوبين، اللي طالع فيها ايه الثايروجلوبين. خلاص. طب بلس سيكريتوري فاسيكلز هذه من الجولجي ولا طالع من الجولجي ابريتس؟ صح كده. طب لو جيت سالتكم كده حاجه تانية، لو انا سالتكم هي في فاسيكل ناقصه اسمها ايه؟ بينو سيتيكس ناقصه. فيسكل ثانيه اسمها ايه؟ بينو سيتيكس. مش هي عشان تبتلع كلويد بتبتلعه بطريقه البينو سايتوزس، يبقى لازم هتبتلعه عن طريق بينو سيتيكس ايه فيسكلز وتحلله باي اكشن اوف ايه اوف لايزوزومز. حد يقدر يقول لي كده اخر مره السيل دي عملت ايه؟ عملت ايه؟ خدت حاجتين من البلاد، خدت ايودايد وحولته الى اوكسيديشن انتو ايودين ورميته في الايه في اليود. خدت من البلد امينو اسيد وحولته الى بروتين واضافت اليه سكريات فاصبح جلايكوبروتين وخرج في صوره سكريتوري فاسيكلز واصبح سكريتد انسايد اليومن الثايروجلوبين. التحام الثايروجلوبين مع الايودين اسميه ايودينين الثايروجلوبين اللي ليه اسم تاني اسمه كولويد. اقدر اقول لك هي الثايرويد جلاند بتعمل ستورج للسكريشن بتستور. يبقى سؤال الام سي كيو، الثايرويد بتعمل ستورج؟ يس. بس بتعمل ستورج انسايد سيل؟ نو. يبقى السؤال ممكن يختلف وانت اجابتك تختلف. يقول لك هي الثايرويد بتعمل ستورج؟ صح. بس لو قال لك بتعمل ستورج انسايد سيلز؟ نو، انسايد هيومن اوف ذا كل فايت، انسايد هيومن بتاع الفايت. يبقى في فرق بين السؤالين والسؤالين متشابهين قوي. هي بتعمل ستورج؟ يس. عكس السوبرارينال من الله، اجي اقول لك بتعمل ستورج؟ سوري كورتكس. سوبرارينال كورتكس بتعمل ستورج؟ نو واي ان ستور. طب لو جيت سالتك البارز نيرفوزا بتعمل ستورج؟ طبعا. بتعمل سيكريشن او فورميشن سيكريشن؟ لا. طب الثايرويد فورميشن اند ستورج. طب لو زود عليها فورميشن اند ستورج بس جوه السل؟ لا. انسايد ايه؟ نيومن. انسايد ايه؟ نيومن. طب انا وشرحت لك شويه حاجات كده، تقدر انت تخترع لي اي ام للسل دي الفوليكيولار سيل؟ اخترع لي، اخترع اي ام ار اي ار ميتوكوندري جولجي ابريتس سكريتوري فاسيكلز لايزوزومز بينوسيتيك فيزيكال. صح؟ بس هو ده هي بلس السل دي لما تيجي تطلع السكريشن عايزه تزود السيرفيس اريا بقدر الامكان. نحط مايكرو في الارض. قلت لك السنه اللي فاتت كنت انت صغير بنقول لك ان المايكرو في اللاين بتزود سيرفيس اريا في ايه؟ ابزوربشن. لا السنه دي زودت ان المايكرو في اللاين ممكن تزود سيرفيس اريا في ايه؟ سكريشن، وممكن تزود سيرفيس اريا في ايه؟ ابزوربشن، وممكن تاكت از مونيتورينج كونتنت، وممكن تسبورت زي الرادز والكونز. طب انا عندي هنا مايكرو في اللاين فايدتها ايه؟ increasing surface area of secretion and of absorption. الاثنين هي بتابزورب بيها الكلويد. تمام كده؟ طب بص كده السل دي والسل دي السكريشن ممكن يدخل لانه ماتيريال لايك ميه بس ميه تخينه ما بين السل والثانيه ويتحشر. ينفع؟ نورمال التو سيلز جانكشن كومبلكس تايت جانكشن نحط ما بين السل والثانيه تايت جانكشن عشان ما يعديش ما بينهم شيء. ما عنديش بينهم ايه؟ شيء. انتوا عارفين السؤال دايما يجي في الثايرويد ايه؟ فانكشنال الترا ستراكشر. فانكشنال الترا ستراكشر بتيجي في ثلاثة او اربعة سيلز اوفر المنهج. ثايرويد فولكل سيل فوليكيولار سيلز بيجي في الليفر سيلز ويجي بعد كده في السيرتوني سيلز في المين جينيتال سيستم. يعني ايه فانكشنال الترا ستراكشر؟ معناه السؤال معناه قول كل واحدة من الاي ام تمثل وظيفة ما، قول هي ايه الوظيفة؟ يلا نقول بقى كده تاني، يعني ايه فانكشنال الاترا ستراكشر؟ مش عايزك تقول الاي ام راس وبعدين الفانكشن راس. انا اقول كل واحدة في الاي ام عملت ايه؟ تقول لي دي عندها ار اي ار، ليه؟ بتصنع بروتين، عندها جولجي، ليه؟ بتضيف عليه كربوهيدرات، عندها سكريتوري فاسكل، ليه؟
محوشه فيها الجلايكوبروتين، عندها مايكروفيلاي ليه انكريزنج سيرفيس اريا اوف سيكريشن اند ابزوربشن، عندها بينوسيتيك فيزيكال اللي الكتاب ناسيه، يبقى عشان تعمل بتدخل ري ابتيك للكولويد ماتيريال، عندها لايزوزوم ليه عشان تحلل بيه الكولويد اللي خدته انتو تي 3 ام تي 4، عندها سيل جانكشن اسمها تايت جانكشن ليه عشان تمنع مرور السكريشن بين ذا تو سيلز، هما خليتين او ثلاثه اول اوفر المويك اللي بيجي فيهم كلمه فانكشنال انفراستراكشر، واحده منهم الفيرويد واسهل خلاص اوكي. طب ليه الكتاب بيجيبها كده ليه؟ لان لو انا قلبت الصفحه هلاقي خطوات تكوين الكتاب كاتبها، الخطوات بتاع تكوين ال T3 وال T4 الكتاب كاتبها، يبقى بنفتح كده synthesis of thyroid hormones اقراها بقى لان انا شرحتها خلاص. ايه هي خطوات تصنيع الثيرويد هرمون؟ عرفت بقى الكتاب بيجيب ليه السؤال كده ليه؟ هو بيديها لك قال لك ان الثيرويد فوليكولر سانز بتاخد من البلاد ستريم ايه؟ ايودايد، وبتاخد كمان ايه؟ امينو اسيد، وبعدين الامينو اسيد توديه وار اي ار، والار اي ار تصنع منه بروتين، والبروتين يروح لجولجي، والجولجي يضيف عليه سكر ويبقى اسمه جلايكوبروتين. طب وبعدين تسويه في صوره سكريتوري فيزيكال، بتعمل له سكريشن اوتسايد ذا سيل، جوه الليون يلتقي حاجتين ايودين مع ثايروغلوبولين ونسميه ايودينيت ثايروغلوبولين، وبعدين اسمي ده كلويد. لو احتاجنا نعمل تي 3 تي 4 عندنا الماده الخام اللي نصنع منها اللي اسمها كلويد، الخلايا تعمل ايه؟ ري ابتيك، تاخد مره ثانيه كلويد، تبتلع عن طريق مينوسيتيك فيزيكال، عن طريق انكريزنج سيرفيس اريا باي مايكروفيلاي، البينوسيتيك فيزيكال تدخل على لايزوزوم، اللايزوزوم يدايجست الثايروغلوبولين ويحوله الى الايودينيت ثايروغلوبولين اندو T3 و T4. T3 و T4 يخرج من الفيز اوف ذا سيل يروح تو بلاد ستريم للفينستريت بلاك كابيلر. تمام كده؟ يبقى احنا كده ضربنا الحته كلها على بعضيها. خلاص؟ طب خلاص ما احنا كده صنعنا T3 و T4، ايه لازم في السيل اللي جنبيها البارافوليكولر؟ بص عايزك تفهم حاجه، هي البارافوليكولر موجوده فين؟ امبيدد بتوين بيزمنت ميمبرين اند فوليكولر سيلز، محشوره بين البيزمنت ميمبرين والفوليكولر سيل. ممكن اسالك سؤال؟ لما السيل تبقى محشوره ما بين البيزمنت ميمبرين والفوليكولر سيل، تتخيل انها تودي سكريشن تو هيومن مع الكولويد هنا؟ اكيد لا. ليه؟ هي محشوره ما بين ايه وايه؟ بيزمنت ميمبرين وايه؟ والفوليكولر سيل. نسبتها كام؟ 2%. اتفقنا على طول ان نسبته قليله، حجمه ايه؟ كبير، لارج سيل. خلاص؟ بين ان كلر. ولما لقوها بين قوي بتبدو في السكشنز فيري بين فسموها كلير سيل، راحوا مسمينها سي سيل، سي اختصارا لكلمه كلير. يبقى سي اختصارا لكلمه ايه؟ كلير. طب ايه بقى؟ قال لك لقوا البيز بتاعت السيل دي، البيز بتاعت السيل دي فيها سيكريتوري جرانيولز بتتسمخ بالسيلفر، البيز مش الايبكس. تخيلوا كده بقى معناه ايه؟ عندها جرانيولز السيكريشن ستورد في البيز مش في الايبكس. احنا دايما اي سيكريتوري سيل السيكريشن ستورد فين؟ ايبكس، مكان ما هنسكريت. طب لما السيكريشن يبقى ستورد في البيز ليه؟ معناه ان السكريشن ده هيطلع دايركت تو بلاد ايه؟ فاسل كده. يبقى احنا البيس هي بتوصل للبيس بالسيلفر؟ نعم. نقطة البيس هي بتوصل للسيلفر. السيل فيها جرانيولز بتستنج بالسيلفر بس. هو يقصد ان هي بتستنج بالسيلفر هي الجرانيولز بس. البيز. في البيز. طب لو انا جيت سالتك كده الجرانيول بتاعتها فين؟ بيزل ولا ايبيكال؟ بيزل. ليه؟ عشان السكريشن هتروح فين؟ بالبلاد. خلاص؟ السيل دي بيعتبروها واحدة من ضمن عبود. عبود دول ايه؟ ابيودي اللي هم خلايا دايما السكريشن تطلع من البيز بتاعتهم. خلايا دايما السكريشن تطلع منين؟ من البيز. دايركت تو بلاد ستريم. طب بتطلع ايه دي؟ ثايرو كالسيتونين. بتطلع حاجة اسمها ايه؟ ثايرو. ثايرو يعني ثايرويد، كالسيتونين بيلور البلاد كالسيوم ليفل. خلاص بتطلع حاجه اسمها ثايروكالسيتونين بيلور البلاد كالسيوم ليفل.
طب هو الكالسيتونين ده طلع ايه، بروتين هرمون ولا ستيرويد هرمون؟ لا يا راجل بروتين، كله بروتين. بصوا انسى بقى خالص مش هنجيب سيرة الستيرويد هرمون خالص. الستيرويد هرمون في ثلاث اماكن في الجسم، في الاوفري وفي البستس وسوبرانين الكورتكس. خلاص الموضوع خلص، اوعى بعد كده تقول ثايرويد قصدي ستيرويد. خلاص الستيرويد هرمون في ثلاث اماكن، ايه هما؟ اوفري وتستس وايه وبس، سوبرانينال مش سوبرانينال كلها، سوبرانينال كورتكس بس. تمام كده؟ طب يبقى دي بتطلع ايه؟ بروتين هرمون اللي هو ايه؟ ار اي ار جولجي ابريتس ميتوكوندريا. والجرانيول بتاعتها ليها كاركتر تستور سكريشن فين؟ بيزل. والسكريشن البيزل ده لا، الجرانيول بتاعتها دايما تستين وذ سيلفر. خلاص؟ والسكريشن ده لما يبقى ستورد في الجرانيول، الجرانيول كلمه جرانيول يعني عامله ستورج للسكريشن. طب السكريشن بالاي ام الجرانيول بتاعته ستورد ستيند بي سنتر. طب وبالاي ام الكترونز، وبالاي ام بالبالي جرانيولز ايه الكترونز لونها اسود. خلاص؟ طب ممكن اسال حضرتك كده سؤال، انا كده خلصت الثايرويد ايه كلها. لو انا عندي هايبر فانكشنينج ثايرويد فوليكولر سيلز اللي هي الاولانيه اللي بتطلع فيه بريبتي فور الاكل، هايبر ثايرويديزم شغال، السل بدل ما تبقى كيبويد بتبقى كلها. طب لو السل ما بتشتغلش تبقى السل سكوينز او فلاكن. خلاص؟ طب انا كده خدت اثنين سيلز توتالي مختلفين، واحده منهم عملت هرمون اسمه تي بريبتي فور والثانيه عملت هرمون اسمه ثايروكالسيتونين. واحده ودت الهرمون بتاعها يستور فين؟ ليومن كفايكولويد، وبعدين عملت له ري ابتيك وطلعت منه تي 3 تي 4 وديته للفينستريتد كابيلاري. طب والثانيه الهرمون بتاعها اسمه ثايروكالسيتونين استورد في البيس اوف ذا سيل وراح للفينستريتد كابيلاري. حد يقول يعني ايه بارافوليكولار سيل؟ نسبتهم كام؟ 2%. يعني ايه بارافوليكولار؟ يعني مجاوره لها، تجاوب الفوليكولار سيل. السل لارج سل بابيل ان كلر، وبيل فسموها سي، وسي تعني جرين. طب السل دي بيعتبروه واحده من عبود، واتفقنا عبود دول ليهم كاركتر هناخدها، انه دايما يستور السكريشن بتاعتهم فين؟ بيزل مش ايثيكال. عشان يستور السكريشن بيزل تستور ان فورم اوف جرانيول، والجرانيول بتاخد صبغه بسيلفر. ولو جيت سالتك الجرانيول تاخد صبغه بسيلفر لكن بالاي ام البان بالكترونز. طب لو جيت سألتك هي كلهم لازم كل عبود بيطلعوا بروتينات والهرمونات بتاعتهم بروتينية، مفيش عبود بيطلع ستيرويد هرموني، بل عبود لازم هرمونه بروتيني، وهرمون بروتيني يعني لازم ار اي ار جولجي ابريتس ميتوكوندريا. اي عبود لازم تعمل ستورج، والستورج فين؟ بيزا. والسكريشن بتاعها دايما الجرانيولز بتاعته ستيند بي سيلفر وجواها بروتين ماتيري. خلاص كده؟ السكريشن بتاع هنا اسمه ايه؟ ثايروكالسيتونين. تودي كالسيتونين دايركت تو بلاد، ولما يروح للبلاد ستريم يعمل ايه في البلاد كالسيوم ليفل؟ يلوبر البلاد كالسيوم ليفل. خلاص؟ طب بصوا لو واحد عايش في منطقه بقى الميديكال ابلكيشن مكتوب عندك اندمك فيه، هقول لها بس هخلص الميديكال ابلكيشن عشان اخلص الحته دي على بعض. الميديكال ابلكيشن مكتوب عندك تحت، بصوا لو واحد عايش في منطقة فيها الأيودين ناقص ما بياخدش أيودين كويس، عشان كده دايما على طول دلوقتي مطلعين ملح على طول يقول لك مضاف ليه الأيودين، على طول كل أنواع الملح يقول لك هو مضاف له الأيودين، علشان لقوا إن في أملاح معينة بتستخرج من أماكن معينة ناقص فيها الأيودين مش فيها اليود، ويقول لك إيه طب أنت عايز تاخد مصدر كويس لليود خد ملح بحري اللي أنت متأكد إن فيه اليود كويس. طب مش بتاخد الحاجات البحريه دي؟ كل اكل مأكولات بحريه سمك وحاجات دي عشان فيها نسبه يود كويسه. طب لو انت ما بتاخدش يود كويس الثايروجلوبولين الايودينيت الثايروجلوبولين اللي هو الكلويد هيتكون كويس ولا لا؟ طب وبالتالي التي 3 والتي 4 يتكونوا كويس ولا لا؟ طب النيجاتيف فيدباك ميكانيزم اللي كنت بقوله تي اس اتش يعني، طب تي اس اتش لما يعلى يجي على السل يحاول يتريجر السل اشتغلي، الشغل السل ما عندهاش امكانيات، طب الدنيا ايودين ولا صنع لكم؟ ما عندناش ايودين، فيستيميوليت السل اكتر يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ بايبر، يعمل حاجه اسمها ايه؟
الجويتر اللي هي الانلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند. هو الانلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند مصاحب بزياده في كميه السكريشن؟ مش هو بيحاول يستيميوليت ومش عارف. لان هي ما عندهاش مين؟ ما عندهاش الماده الخام اللي بتصنع منها الفلويد ماتيريال اللي هو نقص اليود. ليش كبرت؟ نعم؟ ليش كبرت؟ ليش كبرت؟ اوفر استيميوليشن. دكتور هايبربليزيا تكبر ولا لا؟ هايبربليزيا دي حاجه وراميه. هو هنا ضغطي عليها قولي عليها اوفر استيميليشن يعني ماشي سميها عادي. هايبربليزيا كبر عدد هايبرتروفي اكتر اسمها هايبرتروفي. هايبرتروفي مش زياده عدد سيلز. ليش انا المفروض الهيستوجين والايودين علاقه بروتين الهيستوجين والايودين مع الفايروزين؟ شوفوا طب هو صح ثم ده الامر ده ايه الامر؟ لا واحنا بناخد الامر اصلا نفسه صنعنا منه بروتين. بس صنعنا منه بروتين مفروض بروتين بشكل عام. لا يعني ده الماده الخام انت بتصنع منها بروتين. هو ممكن يكون كاتب لك اسم الامر اسيد ما اعرفش هو عامل كده ليه بس هل هو الامر اسيد بس؟ لا طبعا ده عملت لك بروتين منه. يعني انا بعد ما خدته وديته للار اي ار عملنا منه بروتين طلع ما عملنا منه جلايكوبروتين ازاي؟ بس ممكن يكون هو بص هو في فرق بيننا وبينه. يعني احنا بنهتم هو بيهتم بالفانكشن احنا بنهتم مين راح لمين وعصقنا منه ايه وطلعنا ايه. هو مش مهتم قوي بالحته دي بس مهتم بالفانكشن. احنا مش مهتمين خالص بالفانكشن ومش بنقول لك الديتيلز ان في نوعين من الجويتر وان في مش عارفه ايه وان ما بنقولش خلاص. طيب دكتور ما في اكيميليشن يعني للهرمون فليش كبرت؟ نعم ما حصل اكيميليشن للهرمون فهي ليش كبرت؟ هايبر استيميوليشن للسيلز تؤدي عشان تؤدي الوظيفه. يعني ايه هايبر استيميوليشن؟ يعني انا لما يجي الثايرويد التي اس اتش بيحاول يستيميوليت السيل، السيل بتحاول تكتر عدد الهرمونات اللي جوه عشان عايزه تعمل الفانكشن. ات ذا سيم تايم هي ما عندهاش ماده خام تعمل بيها فهي عماله تكبر على قله فايده. يعني حجم السم بيكبر وعماله تكتر الحاجات بس مش عارفه تعمل وظيفه. اوكي بصوا بقى يا جماعه الثايرويد جلاند الفوليكلز دي بالالاف والملايين جوه ولازقين في بعض جدا فوليكل جنب فوليكل كده. لما انا باخد عينه من ثايرويد واشرح قطعت بالسكين غصب عني السكينة دي اللي بشرح فيها الثايرويد عدت في الفوليكل في حتة منها في حرفها قطعت الفوليكل فالسلز دي اتفرطت زي عقد مضوم. جيت انت رحت قصه في حتة ايه اللي حصل للعقد؟ حباته وقعت اتفرطت. لما حبات العقد ده اتفرطت وقعت هنا سمينا دول انت فوليكولر سلز. يبقى لو جيت سألتك والثايرويد مقفولة بدون تشريح عندها انترفوليكولر سيلز؟ امال الانترفوليكولر سيلز دي اللي شفناها تحت الميكروسكوب هي عبارة عن كاتد فوليكل. طب كاتد فوليكل بأي كات ولا تانجنشالي كات؟ تانجنشالي كات فوليكل. يعني ايه تانجنشالي كات؟ قطع مماسي. يعني ايه مماسي؟ يعني لو السكينة عدت على حرف الفوليكل كده واتقطعت الحتة دي الخلايا دول وقعوا من الفوليكل هنا. طب اقدر اسميه لك كده الخلايا اللي وقعت دي انترفوليكولر سيلز. ممكن اسالك سؤال هي الانترفوليكولر سيلز مينلي فوليكولر ولا بارافوليكولر؟ فوليكولر طبعا بنسبه كام؟ 98 والبارافوليكولر بنسبه 2%. يبقى الانترفوليكولر سيلز هم مينلي ايه؟ فوليكولر ومعاها بنسبه قليله جدا مين؟ بارافوليكولر. طب بصوا هو مين تاني موجود جنب الانترفوليكولر سيلز؟ فينستريت بلاد كابيلاري وموجود شويه ايه؟ كونكتيف تيشو. اسمي ده كله انترفوليكولر تيشو. يبقى الانترفوليكولر تيشو عباره عن ايه؟ تلات حاجات كونكتيف تيشو انترفوليكولر سيلز فينستريت كابيلاريز. يبقى يعني ايه كلمه انترفوليكولر تيشو؟ اللي هو الانترستيشيال تيشو اللي ما بين الفوليكل عباره عن ايه الانترفوليكولر تيشو؟ ثلاث حاجات نمبر 1 فينستريتد كابيلاري نمبر 2
انت فوليكولر سيل اللي هي ميني فوليكولر اند سام بارا فوليكولر نمبر 3 كونكتيف تيشو. خلاص كده تمام كده. طب لو جيت سالتك هي الانتر فوليكولر سيل دي جت منين تقول لي هي عباره عن ايه؟ لو السكينه وانا بشرح عدت على حرف الفوليكل قطعت سام اوف دي فوليكل والسامز بتاعتها فرطت هنا في الكونكتيف تيشو اسميها انتر فوليكولر تيشو او انتر فوليكولر سيل. تمام كده. طيب احنا كده خلصنا مين؟ تايرويد جلاند بارا تايرويد. فين البارا تايرويد؟ عباره عن كام واحده؟ اربعه. ممكن يبقى فاريشن من اول واحده لحد ايه؟ اربعه. لازقين فين؟ سيروس اوف دي تايرويد. سؤال محرج، معموله من استروما اند بارينكيما. يعني ايه استروما؟ كبسول ترابيكلي ريتيكولار كونكتيف تيشو. اسالك السؤال المعهود، الكبسول رفيع ولا تخين؟ هي سوبرفيشال بس مستخبيه ورا مين؟ امبيدد ورا الثايرويد جلاند. امبيدد في الثايرويد، مدفونه جوه الثايرويد بارا. يبقى مش محتاج الكبسول ايه؟ تخين. يبقى فيري ثين كبسول. يبقى الكبسول بتاعها ثين. واتفقنا ان كلمه ثين كبسول تتعارض مع انه دنس كونكتيف تيشو. لا هو دنس بس ثين. ينزل منه ترابيكلي تو ديفايد ات انتو كومبليت انكومبليت لوبيول. واتفقنا ان كلمه انكومبليت يعني مش كل اللوبيول متقط مفصول كده، مش مقفول على بعضه كده. ده اسمه كومبليت لوبيول وده اسمه كومبليت لوبيول. لكن لو انا عملت سبته كده اللوبيولز بقت انكومبليت. اللوبيول ده مع اللوبيول ده متكاملين مع بعضين. تمام. المعلومه اللي بعد كده ست الباك جراوند ريتيكولار ايه كونكتيف تيشو. ادي الكبسوله اهو جوه مجموعه خلايا. خليه لونها احمر اسمها الاوكسافين. كلمه اوكسي يعني احمر. ما حتى قالوا في الاعلان اوكسي البامبي، مش الاعلان بتاع الصابون قال ايه؟ اوكسي البامبي. يعني هما الناس حتى عارفين ان كلمه اوكسي يعني احمر. كلمه اوكسي يعني احمر. طب والخليه الثانيه اسمها المين سيل البرنسبل سيل الشيف سيل الاساسيه. الخلية التانية اسمها ايه؟ المين سل البرنسبل سل الخلية المين. ليه سميت المين؟ مين ان نمبر اند مين ان فانكشن. يبقى ليه سميناها المين؟ اكتب لنفسك مين ان نمبر اند مين ان فانكشن. لانها بتطلع المين هرمون. هو ايه المين هرمون بتاع الباراثايرويد؟ الباراثايرويد هرمون. يبقى لما اجي اسال كده في الامتحان مين اللي هتطلع المين هرمون اللي هو الباراثايرويد هرمون؟ شيفت سيل. طب ومين اللي هي مين النمبر؟ شيفت سيل. لو جيت سالتك كده الثانيه اكيد البرسنتج بتاعتها ايه؟ قليله جدا. ريليشن تو حجم مين هتبقى كبيره في الحجم؟ اوكسافين. انت فاحنا دايما عندنا نظريه في الهيستولوجي اللي هي طبعا جاست اكسبشنز اللي هي فيو اكسبشنز النظريه دي، بس دايما الخلايا الكبيره حط منها ايه؟ قليل، والخلايا الصغيره كتر عددها على قد ما ربنا يقدرك. خلاص؟ طب لو جيت سالتك الاثنين عكس بعض توتال. الشيف سيل مدوره الثانيه اوبن. الشيف سيل النيوكليس سنترال وفيسيكولر يعني تيل، الثانيه النيوكليس اكسنتريك ودارك. الشيف سيل السيتوبلازم ازرق، الثانيه السيتوبلازم احمر. تمام كده؟ فيزيكولر يعني بيل ويز بروميننت نيوكليوس واكتف. بيل واكتف. فيزيكولر يعني بيل واكتف نيوكليوس. تقدر تقارني بين الاثنين؟ يلا نقارن بين الاثنين. الشيف سيل لونها حجمها صغير، الثانيه حجمها كبير. دي بوليهيدرا لكن دي اوفال. دي نيوكليوس سنتر لكن دي نيوكليوس اكسنتر. دي نيوكليوس بيل لكن دي نيوكليوس دارك. دي سيتوبلاز ازرق ودي سيتوبلاز احمر. مين اللي هتعمل هرمون؟ الشيف سيل. مين اللي مش بتعمل حاجه؟ الاوكسافين. لدرجه ان هم مش عارفين هي بتعمل ايه. تخيلوا ان حضرتك في خلايا في الجسم متشافه تحت الميكروسكوب والناس متجاهلوهم مش عارفين لسه بتعمل ايه؟ ولقوها بتكتر مع السن. يعني كل ما الواحد يعجز الاوكسافين تزيد. تمام؟ طب لو جيت سألتك
تعالوا ناخد المين سيل، هي بتصنع المين هرمون الباراثايرويد هرمون، طبيعته بروتين ولا ليبيد؟ ما اتفقنا اوعى تجيب سيره ليبيد هرمون غير سكرانين الكورتكس ومين جينيتال سيستم وفي مين جينيتال سيستم وخلاص اوفرين تيستس وبس، غير كده مفيش خلاص. طب لو جيت سالتك كده يبقى الهرمون بتاع مادته بروتينيه، طب يبقى عندها ايه بالاي ام؟ جولجي افريتس ميتوكوندريا. وفكر بتعمل ستورج للسكريشن اور نو؟ بتستور عندها جرانيولز بيزوفيليك، تمام كده؟ طب يبقى قول لي كده الاي ام بتاعها ار اي ار جولجي افريتس ميتوكوندريا وبتعمل ستورج عندها جرانيولز، تمام؟ طب الثانيه عندها جرانيولز حمراء، يا الطالب يقول لي طالما عندها جرانيول حمراء يبقى معناه ان هي كانت بتعمل ايه؟ سكريشن، صح؟ طب ازاي العلماء مش عارفين نوع السكريشن اللي بتعمله؟ اذا كانت بتعمل سكريشن وجوه جرانيول، ما بسيطه ياخدوا لي جرانيول يشوفوا ده ايه ونخلص. اوكي؟ طب طلعت ايه الجرانيول الحمراء دي؟ اكيوميليتد ميتوكوندريا. يبقى هي اكشولي كاتبين ريد جرانيولز او اسيدوفيليك جرانيولز بس طلعت فعليا مش جرانيول بجد. ما العباره عن ايه جرانيوله؟ تجمعات من الميتوكوندريا اكيوميليتد ميتوكوندريا اكيوميليتد ميتوكوندريا. يبقى هي اكشولي تحت الميكروسكوب لما كانوا بيبصوا يشوفوا السل كده منقطه نقط حمراء ده باللايت مايكروسكوب خلاص. ولما جم يبصوا عليها بالالكترون مايكروسكوب لقوا الحاجات دي النقط دي اجريجيتد ميتوكوندريا تجمعات رهيبه من الميتوكوندريا، تمام كده؟ طب لو جيت سالتك قول لي بالاي ام المين اورجانيل اللي عندها ايه؟ ما انا يا ابني لسه قايله لك ميتوكوندريا بس ما عندهاش سل مليانه ميتوكوندريا بتعمل ايه دي؟ ما عندهاش سكريشن ما بتطلعش افرازات بيقولوا ايه؟ ما عندهاش حاجه خالص بس عندها ميتوكوندريا بكم رهيب. اوكي؟ على فكره لما يطلب منكم ابحاث ممكن حد very attractive جدا الموضوع ان انت تاخد الاوكسافيل سيلز وتبحث عنها هي ليه ليه عندها ميتوكوندريا؟ هل اكتشف لها فانكشن ريسنت؟ طب بتعمل ايه؟ طب وليه ربنا امامها ما لهاش وظيفه؟ ليه يحط لها كل كم ده من الميتوكوندريا؟ ليه؟ ما طالما حد ما لهوش وظيفه نديله كل الطاقه دي ليه؟ اكيد ليه حاجه احنا مش عارفينها. اوكي؟ يبقى الموضوع ده attractive جدا الاوكسافيل سيل من المواضيع الحلوه. اوكي؟ تمام؟ طب يبقى واحده عندها كاركتر بروتين فورمينج اللي هي ار اي ار جولجي ابريتس ميتوكوندريا والثانيه ما عندهاش هرمين ميتوكوندريا، دي عندها ايزوفيليك جرانيول والثانيه عندها اسيدوفيليك جرانيول، واكتشفنا ان الجرانيول دي مش جرانيول بجد دي عباره عن ايه؟ اجريجيتد ميتوكوندريا. خلاص؟ واحده من وظيفتها معروفه اللي بتطلع باراثايرويد هرمون، بيعمل ايه الباراثايرويد هرمون في مستوى الكالسيوم؟ بينيفيت بلاد كالسيوم ليفل، واحنا بنجيب الكالسيوم ده منين؟ من البون عن طريق خليه اسمها اوستيوكلاست. طب واحد عنده الباراثايرويد هرمون عاليه جدا يعمل ايه في مستوى الكالسيوم في الدم؟ يعليه ونجيبه منين؟ من البون. ايه اللي يحصل للبون دنسيتي؟ تقل. وايه اللي يحصل جوه البون؟ كافيتيز وبعدين يتكسر واسمي ده بقى زي الايه؟ اوستيوبروزيس او هشاشه عظام. طب العكس واحد عنده هايبو باراثايرويديز ايه اللي يحصل للبون؟ مور دنس. تخيل سبحان الله مور مينرالايزد بون ومور دنس بون فواحد يقول لا ده عظمه يبقى جامد. قال لك سبحان الله كل حاجه عند ربنا بحساب وبميزان. كثرنا الدنسيتي اوف ذا بون يصبح فيري دنس لكن ويك بون. قال لك اكيوميليتد كالسيوم في الماتريكس اوف ذا بون زياده عن اللزوم بتخلي الاوستيوسايت مش عارفه تجت نيوترينت ما بتعرفش تشتغل. مش عارفه اوفر مينرالايزد بون ويك بون. ايه ده يعني البون برضو الاوفر مينرالايزد ده وحش؟ قال لك وحش. خلاص؟ طب وفي نفس الوقت ليفل اوف الكالسيوم في البلاد قل يبتدي يحصل نوع من الايه؟ تتني في المصر. تمام؟ طب احنا كده خدنا حاجه اسمها ايه؟ ثايرويد اند باراثايرويد. خلاص؟ صعبه؟ خلصت؟ لا لسه فاينيل بقى. خلصنا الثايرويد اند باراثايرويد. صعبه؟ ده ايه سهل معقوله صح؟ طب تعالوا بقى ناخد الفاينيل بقى. ده اللي وحش شويه. يعني ايه باينير بادي؟ يعني ايه كلمة باينير اصلا؟ يعني
عينيك المتغير السوناري سنوبر الغده السنوبريه غده السنوبر اسمها ايه الغده السنوبريه خلاص طب ممكن اسال حضرتك كده هي الغده السنوبريه دي جايه منين وايه دي قال لك دي غده رهيبه جدا رهيبه سبحان الله اولا هي صغيره جدا بتتوصف على انها نيورو اندوكراين على انها ايه يعني ايه نيورو اندوكراين حاجه كده ما بين الاندوكراين يعني بتصنع هرمون وما بين النيرف نيرفس تيشو نيرفس سيل فسميت على بعض بالايه بالنيورو اندوكراين جلاند تمام كده طب ممكن اسال حضرتك سؤال كده هي موجوده فين مدلله من الثيرد فنتريك حاجه كده قد السنوبرايه كده صغنونه مدلله من الثيرد فنتريك وكونكتد تو ثيرد فنتريك ستوك البانيري ستوك طيب Thank you.
سي ان اس لو كنا معمول من ايه؟ نيرونز اند جلايال سيلز. يبقى احنا ابتدينا الليتل بوينت، يبقى هو نيرون. المره دي خلينا النيرون سبحان الله العظيم موديفايد نيرون، ما بقتش نيرون عاديه، بقت موديفايد نيرون، تحولت من نيرف سيل بتطلع نيورو ترانسميترز الى سيل بتطلع هرمون توديه بالبلد، فسموه نيورو اندوكراين. بقت حاجه كده ميكس، هي جوه السي ان اس كانت نيرون، ما بقتش نيرون، كانت بتطلع مفروض نيرف نيورو ترانسميترز، ما بقتش بتعمل نيورو ترانسميترز، بقت بتطلع هرمون. بقى الهرمون يروح دايركت تو بلاد ستريم وسميناها نيورو اندوكراين، بس لسه محتفظه بحاجه من جنب السي ان اس. ايه هو؟ ان يبقى عندها نيورو جلايا، يبقى عندها ايه؟ نيورو جلايا، واللي هي متغطيه بالبيا ماتر. ايه بقى النيورو جلايا سيل بتاعتها دي؟ اسمها استروسايت. ايه ده؟ احنا كده خدنا اتنين جلاند كونسيدرد از نيرفس تيشو. مين؟ فاضل الغوزه وباينيال جلاند. الاثنين دول سبحان الله كانوا نيرفس تيشو بقوا ايه؟ سكريتوري جلاند. خلاص؟ الباينيال جلاند، تعالوا بقى ناخد كده اولا جميله جدا. بصوا ادي الخليه الاساسيه باينيال سايت. اهي. ادي الباينيال سايت اهي. حاجه شبه النيرون. جدا. بتطلع هرمونات عباره عن مواد بروتينيه. الهرمون يمشي في حاجه لايك اكسون، بس الكتاب ما رضيش يسميه اكسون لان ما بقتش نيرون، لونج بروسيسز. سماها لونج بروسيسز. ولانها اكتف والهرمون طبيعته ايه؟ انت شاطر وعارف بروتين هرمون. وطالما هو بروتين هرمون يبقى لازم النيوكليس بتاعتها لارج فيزيكيولر بروميننت نيوكليوس، والهرمون ده بروتين يعني عندها ار اي ار، عندها جولجي ابريتس، عندها ميتوكوندريا، والجرانيولز بتاعتها بتعمل ستورج للسيل هرمون وعندها جرانيولز. وتمشي السكريشن الونج البروسيسز، ان الكتاب ما رضيش يقول عليها اكسون. لان لو كان قال عليها اكسون كنت انت فهمت ان دي على طول ايه؟ نيرون، هي مش نيرون. طب خلاص ونوصل للترمينال بارت اوف دي اكسون اللي هو مش راضي يقول عليه اكسون اللي هو اسمه بروسيسز، ننتهي على السكته اللي كونتيننج بلاد فيسلز، ننتهي على السكته الكونتيكتيف تيشو سكته اللي مليانه بلاد فيسل تستورب السكريشن. يبقى ده فينستريتد بلاد فيسلز او فينستريتد بلاد كاتيري. يبقى حد كده يقول لي الباينيلوسايت اللي هي الخليه الاساسيه شكلها ايه؟ الباينيلوسايت لوحدها تيجي سؤال في الامتحان. Describe pineocyte. شكلها ايه؟ ليها سل، ليها long processes وما رضيش يقول اكسون ولا دندرايت علشان ما يلخبطكش، وليها نيوكليس شكلها central rounded vesicular nucleus large وبين with prominent nucleus. السيتوبلازم بيزوفيليك، السيتوبلازم بتاعها مليان ايه؟ لو جيت سالتكم ار اي ار، جولجي ابريتس، ميتوكوندريا، جرانيولز. تو دي سيكريشن فين؟ الادمنستريتد بلاد كابيلاري. فين؟ الونج البروسيسز تمشي السيكريشن لحد ما تمشي اند باي رجلين على السته اللي هي الفاسكولارايزد سته. خلاص؟ قال لك السته دي ما قطعتش علاقتها دايركت بالسي ان اس، ما زالت مرتبطه بالسي ان اس. عرفوا ازاي؟ لقوا انه واصلها unmyelinated nerve fibers، يعني supplied by unmyelinated nerve fibers. Some of them بيطلعوا non-adrenaline secretion. يعني ايه؟ يعني تخيلوا كده في زي synapse تقريبا من النيورونز الثانية، الأند أوف النيورونز الثانية دي بتطلع non-adrenaline secretion. إيه يعني هي under control of ايه؟ nerve cells. خلاص؟ يعني هي حاجة غريبة كده، هي ايه؟ هي اندوكراين ولا نيرف؟ نيورو اندوكراين. تمام؟ هي نيورو ايه؟ اندوكراين. طب ممكن اسألك حاجة؟ هي بتطلع ايه؟ أول مرة ناخد غدة، بالليل بتطلع حاجة والصبح بتطلع حاجة، الصبح بتطلع سيروتونين. بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل. طب وبالليل تطلع ميلاتونين. ايه الميلاتونين ده بقى؟
انتوا عارفين اسمه ايه؟ منتشر على الفيسبوك يعني في الاوساط بتاعتنا كده اسمه ايه؟ هرمون ايه؟ السعادة والشباب. هرمون الشباب. الاستروجين يقال عليه هرمون الجمال. يعني الناس عندها استروجين عالي بيدي جمال ونضارة ومش عارف. طب وده هرمون ايه؟ الشباب. الناس اللي عندهم ميلاتونين عالي ما يعجزوش. ليه؟ ليه بقى؟ الميلاتونين ده انتي اوكسيدنت. انتي ايه؟ اوكسيدنت. يعني ايه انتي اوكسيدنت؟ مضاد اكسده. يعني ليه ناس هو يقولك انت كل انتي اوكسيدنت كتير، خد فيتامين سي، خد فيتامين مش عارف ايه، خد، عشان كلها انتي اوكسيدنت، مضادات للاكسده، يعني بتمنع المواد الشوارد اللي بتطلع من الميتابوليزم بتاع الاكل بتاعنا، ان هي الاوكسيديشن او الفري راديكلز نتيجه الاكسده اللي بتحصل في الجسم اللي بتبوظ دي ان اكس سيلز، فالخلايا ما تعجزش بدري، فالواحد يفضل محتفظ بشبابه. خلاص؟ فلقوا الميلاتونين هو نفسه انتي اوكسيدنت. طب الناس قالت لك بس احنا ناخد ميلاتونين يا عم وايه نبقى تمام كده. لقوا لما سبحان الله بيتاخد اورالي المصنع كارسينوجينك، يعني مفيش حتى غير الميلاتونين بتاع ربنا اللي خلقه عشان يجبرك تمشي على النظام اللي هو قال عليه. طب هو ايه النظام؟ قال لك الميلاتونين مش هيطلع غير وانت نايم، يبقى تقلب يومك مفيش يا عم ميلاتونين. طب تمشي زي ما ربنا قال لك، تصلي العشاء، تكرم الله، تنام، تصحى الفجر تذاكر، ما انت مش هتنام العشاء بقى وتصحى تاني يوم الظهر، لا هو قال لك نام، صلي. هو ده الميكانيزم اللي ربنا قال عشان تلحق تطلع ايه؟ ميلاتونين وتحتفظ بشبابك. عرفت انتوا بتعجزوا بدري ليه؟ ليه؟ عشان مش بتناموا وقلبين الليل نهار والنهار ليل، ما عندكمش ميلاتونين، ما عندكمش الانتي اوكسيدنت افكت بتاعته الموست بوتنت انتي اوكسيدنت. ما بيطلعش. ليه؟ قالك لازم يطلع during the dark. خلاص؟ طب قالك واحدة قالك طب انا اضحك عليه ونطف النوم بيطلع ميلاتونين. قالك لا، هو سبحان الله ربنا عامل كونكشن ما بين البانير جلاند والريتنا. يعني مش بقى لازم عينك مقفولة ومفيش نور ومفيش مش عارفة ايه، حتى بيقولك ايه الاصح في النوم ان انت ما تنامش في النوم. اطفي خالص الدنيا وتبقى ضلمه ونام علشان ينفع يطلع ميلاتونين. طب ايه كمان؟ لو بينظم السيركيديان ريزم اللي هي المعدلات بتاعت النوم، انام ازاي واصحى ازاي ومش عارفه ايه والكلام ده كله. بريفنت بريكوشس بيوبرتي. يعني بريكوشس؟ قبل الوقت. بري يعني قبل المبكر. لقوا الناس يا جماعه لانه بينهبت الجونات. يعني ايه بينهبت الجونات؟ يعني الميلاتونين عند الاطفال، عرفت ليه الاطفال بشرتهم ناعمه وجميله ما بيوصلوش للبيبر؟ يعني الطفل بريء بريء ما عندوش بيبر تي لسه، اوكي؟ ليه؟ عنده ميلاتونين عالي قوي. طب بعد شويه الميلاتونين يبتدي يقل. الانهبيتوري افكت بتاعته على الجونات يبتدي الواحد يوصل لسن البيبر تي. خلاص؟ ويبتدي الانتي اوكسيدنت افكت بتاعه بعد ما كنا واخدين فيري هاي ليفل ومخلينا محتفظين بجمال البشره وجمال، يبتدي ايه كل الكلام ده يرجرس. يبقى هو بيبريفنت بريكوشس بيبرتي. خلاص؟ الوصول لانه بينهبت الجونات. بينهبت الجونات يعني ما بيخليهاش توصل للبيبرتي. خلاص؟ طب يبقى احنا عرفنا كده الجلاند دي طلعت مهمه جدا. احنا معتبرينها ايه؟ نيورو اندوكراين. لو اعتبرناها كانها نيرف سيل لازم يبقى حواليها نيورو جلايا سيلز اللي هم اسمهم ايه؟ استروسايت. لما هم يبصوا على الاستروسايت ده شبهها جدا، شبه النيرف سيل بالظبط كده. استروسايت اهي وليها برضه شويه بروسيس طالعه منها كده. انا طب نميزه ازاي تحت الميكروسكوب؟ دي النيوكليس بتاعتها لارج وبيت، دي النيوكليس بتاعتها دارك لانها مش يبقى دي بنميزهم ازاي؟ بين نيوكليس دارك نيوكليس، عشان كده الكتاب كاتب لك كلمه دارك نيوكليس. هو ما كتبهاش كده، كتبها علشان تعرف ان بنفرق بينهم تحت الميكروسكوب، بدي ليها بين نيوكليس ودي ليها ايه؟ دارك نيوكليس. تمام؟ السكريشن بتاعت البينيل باي لو وقعت منهم سام سكريشنز هنا وهي طالعه من الاكسون تيربل وقعت هنا بره الضغط بس واكيوميليتنج عليها كالسيوم اسميه برين فاند. رمل بيكو
من البينيل سيل البينيل سايت كالسيفايد سكريشن اسمها ايه؟ برين سان عباره عن سكريشن اتجمع عليها كالسيوم اسمها الثاني سموما بابا اسمها ايه؟ سموما اسمها الثاني كوربورا ارينيشيا كوربورا بتاع الكور دي متكلسه كالسيوم كور كده معموله من كالسيوم الانيشيا هي كالسيفايد سكريشن البي ما بتنطقش اسمها سموما سموما برضه ممكن اسال حضرتك كده سؤال نستفيد منها ايه قالك مهمه جدا في البرين اكس راي البينيل بادي في النص بالظبط في البرين اكس راي بيلاقوا نقط بيضاء منوره في الاكس راي اللي هي السام المفروض تبقى في الميدل بالظبط لو انا بعمل لواحد برين اكس راي لقيت النقط البيضاء اللي هي البرين سيل الرمله دي شيفتد على وان سايد يعني راحت على الجنب اليمين او راحت على الجنب الشمال معناها ايه في حاجه عملت لها شيفت الحاجه دي اون ذا اوبوزيت سايد بمعنى انا لقيت البرين سيل راحت كده يمين معناه ان في ماس على الجنب الشمال زقتها مش لازم ماس يعني برين تيوم هيموريدج مثلا زقها يبقى بصوا واحد فجأة كده لقوه دخل في كوما او جاله كونفالجنز بسرعه وراحوا عملوا برين اكس راي لقوا البرين ساند شفتت على الجنب اليمين يبتدوا يفكروا ان الجنب ايه الشمال في مشكله تمام يبقى اسمي دي لاند مارك ان اكس راي في البرين اكس راي لاند مارك علامه تمام؟ يبقى يعني سموما بادي ده عباره عن ايه؟ كان هتاخد بعد كده في المينجنيتال سيستم حاجه اسمها كوربورا امينيشيا، هنا دي اسمها كوربورا ارينيشيا. عباره عن ايه كوربورا ارينيشيا دي؟ كالسيفايد سكريتد ماتيريال. طب حد كده شاطر يقول لي الكالسيفايد سكريتد ماتيريال دي بستخدمها كايه؟ اكس راي لاند مارك. تمام؟ جيت لاك، يعني ايه جيت لاك؟ واحد مسافر بطياره من راح امريكا والسفر واخد له بتاع 24 ساعه 16 ساعه حاجات من دي لا شايف نور ولا ضلمه هو منورين له نور الطياره طول الوقت ولا عارف حاجه ولا عارف يبتدي الميكانيزم بتاعه ايه اللي يحصل له الميلاتونين سكريشن يتلخبط قالك الميلاتونين ده اول ما يتلخبط ياثر على الجسم تماما سايكولوجيكلي وكمان ايه فيسيولوجيكلي وظائف الجسم تبتدي تتبهدل وكمان سايكيك يبقى متوتر. اوكي؟ طب كل ده بتأثير مين؟ مادة الميلاتونين لأن مادة الميلاتونين على فكرة لقوها بتتأثر بكتير من الأمراض النفسية. على فكرة يا أولاد نصيحة لوجه الله كل واحد يروح يقيس الميلاتونين. أكيد هتلاقوا في ديسبيرتنس عندكم لأنه بيجي إيه؟ كتير من الأمراض النفسية اللي بتنتج اوكي؟ ابدأ بص بيطبق عليك كل المواصفات بتسهر طول الليل تنام الصبح كالخفاش اوكي حضرتك انت كائن ليلي اكيد الميلاتونين عندك ديستربد تعاني من امراض نفسيه يبقى انت كده اكيد هيكون عندك مشكله في مين؟ في الميلاتونين هتعجز بدري اوكي مفيش حد في دخل طبكم عجز بدري كله لازم يعجز بدري قوي اوكي الطب دول كده اي واحد وهو متخرج داخل المصيبه كده وانا متخرج ورسمين منظر سكلتون ده منظر انت متخرج ليه؟ من كتر الستريسز ومن كتر الديستربنس في النوم وبوظنا الميلاتونين والميكانيزم الطبيعي اللي ربنا مديهوله اوكي؟ طيب طب هو كيف ممكن على الاثنين؟ نعم ده يمشي زي ما ربنا قال تنام بالليل كويس تصحى الصبح على صلاه الفجر تكون عندك ميلاتونين كويس تبتدي يوم الجديد مفيش ميكانيزم تاني بيطلع فيه ميلاتونين حتى اللي خدوه اورا لقوه كارسينوجينك. ترى في مواد معين للنوم؟ نعم في مواد معين للنوم؟ اه بعد العشاء مرات ناكل نصلي العشاء بالظبط العشاء نعم لا هو ميعاد النوم الطبيعي الساعه 9 هو احسن فتره بيسكريت فيها الميلاتونين من وقت الساعه 9 و10 بالليل لحد وقت الفجر. هو يعني السيكونس الطبيعي اللي ربنا وراه احنا اللي مبوظين بخلي الدنيا تنفع قبل ما ناخد الايرون في المكان عبود سالفه
عشان ما فيش ابل ابل مين عبود؟ ايه العبود دول؟ قبل البنكرياس ناخد العبود. تعالوا ناخد العبود. يلا يا فاطمه 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 اخت فاطمه يلا مين عبود؟ يا زينب انا كل واحد اقعد اقول له يلا مين عبود يا عياد؟ يعني ايه عبود دول؟ سكاتل سيلز بتطلع هرمون. بصوا معايا يا جماعه ليهم كرايتيريا. الخلايا دول كان ليهم قصه مش مجرد ان هم عاملين سيلز سكاتل دولوفر البلد، لا كان ليهم قصه مهمه ان الخلايا دي نشات في الجهاز العصبي وتركته وهي طفل صغير وذهبت لتسكن في خلايا مختلفه في الجسم وتحولت وظيفتها من خلايا نرف الى خلايا سكريتي غير هرمونز او ايفن بلد هرمونز. مواد لايك بشرط ان تكون طبيعه هذه الهرمونات مواد بروتينيه ومكونه من سلسله من الاحماض الامينيه ليس مبيضه الحجم. تاني يعني ايه نيو؟ يعني ايه عبود سالم؟ خلايا نشات في الجهاز العصبي هاجرت من مختلف انحاء الجسم وسكنت فيه واصبحت مفرزه للهرمونات البروتينيه بشرط ان يكون الهرمون سلسله قصيره من الامينو اسيد وليس سلسله معقده من الامينو اسيد. طب اسمهم ابود امين بريكرسور ابتيك اند ديكربوكسيليشن سيلز تستطيع ان تاخذ الماده اللي اسمها الامين لتكون منها مواد بروتينيه وتعمل للامينو اسيد اللي نتج دي ديكربوكسيليشن انتزاع لكربوكسي جروب وسميها امين بريكيرسور ابتيك يعني تاخذ ابتيك يعني المواد الرئيسيه في تصنيع الامينو اسيد وتكون منها امينو اسيد تنتزع منها الكربوكسي جروب وتسمى ديكربوكسيليشن وتكون بروتين هرمون قصير المدى. ده معنى عبود. خلاص الخلايا دي شرطها التاني لازم 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 كان منشأها نيرفس تيشو نيورو اكتودير ولذلك سميت ديفيوز نيورو اندوكراين سيلز. سميت ايه؟ ديفيوز نيورو اندوكراين. وعشان كده سميت لازم ايه؟ ديفيوز نيورو اندوكراين. الخلايا دي ليها شرط لازم 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 تحوش السكريشن في جرانيولز. الجرانيول دي انا قلت لك دايما ايه؟ بيسل. وقلت لك كمان الجرانيول دي لازم ستيند بسيلفر وسميت ارجنتافين سيلز. ارجنتافين يعني محبه. الخلايا دي لازم تصنع مواد هرمونيه عباره عن مواد بروتينيه and maybe neurotransmitters. زي ايه؟ مش قلنا الكروموفين سيل في المضله بتصنع نور ادرينالين، النور ادرينالين ده ممكن نعتبره لايك ايه؟ نيورون ترانسميترز. خلاص؟ حد يقدر يقول لي بقى ايه مواصفات العبود تاني؟ وبعد كده تيجي سؤال مهم قوي في الامتحان. حد يقدر يقول لي مواصفات العبود؟ يلا يلا ليلى، مواصفات العبود ايه؟ يلا لو انت شاطر، مواصفات العبود نيوروكتوديرم نمبر 1 جايه منين؟ نيوروكتوديرم نيوروكتوديرم وعملت ايه؟ انتشرت عشان كده سميناهم ديفيوز نيورو اندوكراين. حولوا وظيفتهم من نيرف سيلز انتو اندوكراين سيل. لما جينا بقى عند اندوكراين سالناهم ناويين يصنعوا هرمون طبيعته ايه؟ بروتين. وليه شروط؟ ايه شروطه؟ ان تاخد الماده الاساسيه تكون امينو اسيد امين تعمل امينو اسيد وتعمل له حاجه اسمها ديكربوكسيليشن وبعدين تعمل منه شورت تشين امينو اسيد بروتين يعني 9 امينو اسيد بس مش عارفه ايه كده تمام. وبعدين تحوش الامينو اسيد فين؟ البروتين فين؟ في جرانيول. والجرانيول دي ليها شرط لازم تصبغ بسيلفر وتسمى ارجنتافين. وليها شرط كمان الجرانيول بتاعتها دي لازم الهرمونز اللي فيها ده مواد بروتينيه اند مي بي نيورو ترانسميتر لايك. تمام كده؟ احنا خدناهم كده. موجودين فين؟ اول اوفر البادي. تقدر تقول لي الاي ام بتاعتهم؟ اه ار اي ار جولجي ابريتس مايتو
طبعا ولازم عندهم جرانيولز. الجرانيول بتاعتهم دي ستيند بليك. طب واحد بيقول لي هو ينفع بدل الجرانيول احط كلمه سينابتيك فازيكلز؟ اه قال لك ايه صنصور. اه يعني لو هي بتصنع نيورو ترانسميتر ممكن بنعتبرهم لايك فازيكلز. سايتس موجودين فين؟ ريسبيراتوري سيستم. لما تاخد ريسبيراتوري سيستم موجودين في ريسبيراتوري فين؟ قال لك في الريسبيراتوري سيستم موجودين ما بين الريسبيراتوري ايبيثيليوم. بيطلعوا ايه بقى؟ اسمع كاتيكولامينز خلاص؟ كاتيكولامين، كالسيتونين، سيروتونين، انكافلين. تمام؟ يبقى موجودين ما بين الريسبيراتوري ايبيثيليوم، خلايا الريسبيراتوري ايبيثيليوم. في الدايجستيف. في الدايجستيف موجودين فين؟ والوفر الدايجستيف فين؟ ستومك، انتستين، بانكرياتيك داكت، كومن بايل داكت. خلاص؟ اسمع بقى على اساميهم. يلا بقى يا حبيبي. جي سيل تو سكريت جاسترين. جي فور جاسترين. الجاسترين استيميوليتنج اتش سي ال سكريشن. جاسترين استيميوليت اتش سي ال. طيب بما ان حضرتك جبنا سيره الجاسترين بتطلع كمان انتي جاسترين كيسل. الكيسل بتطلع جاسترين. الجيسل بتطلع جاسترين. الكيسل انتي جاسترين يعني جاسترين انهيبيتور. خلاص يبقى انا خدت حاجه وعكسها. مين ومين؟ جاسترين وانتي جاسترين. تمام. طب وايه كمان؟ جيسل سوري حاجه تانية بحرف الجي. جلوكاجون. جلوكاجون واسمها ايسل. واسمها ايسل بتصنع ايه الايسل دي؟ جلوكاجون. ايه الجلوكاجون ده؟ بيزود البلد شوجر ليفل. ايه علاقه ايه بقى بالجلوكاجون بالعك ده؟ قال لك بصوا بقى اول مره اكتشفوا خلايا بتطلع جلوكاجون كان في البنكرياس. راحوا مدينها حرف ايه وسموها ايه او الفا. بعد شويه اكتشفوا سمت بتطلع انسولين سموها بي او بيتا. وبعد شويه اكتشفوا سمت قال لك بقى خلاص بقى يسموا سمت اي بي سي دي اي اف هكذا. تمام. يبقى اول خلايا كانوا اكتشفوها فين؟ في الايلت اوف بانكرياس. في البنكرياس سموا الخلايا ايه؟ اي بي سي دي اي اف جي وهكذا. خلاص. فلما اكتشفوا السيل اللي طلع الجلوكاجون كانوا مدينها لقب ايه؟ ايسل. ملهاش دعوه بكلمه جلوكاجون. اصل لو كلمه جلوكاجون كنا خدنا حرف ايه معايز جي. لكن سموها ليه جلوكاجون؟ السيل دي بحرف الايه؟ لان كانوا اكتشفوها اول مره فين؟ في البنكرياس. بصوا بقى لما اكتشفوا اولوفر البادي. اولوفر البادي اكتشفوا خلايا كتير تانية بتطلع جلوكاجون. قال لك بس احنا نثبت لهم كلهم حرف ايه؟ ايه. من ضمنهم في الاستمك، من ضمنهم في الانتستين، من ضمنهم مش عارفه فين. في البنكرياس، من ضمنهم في اللي مش عارفه الكومن باي داك. يبقى سموا السيل دي ايه؟ اي سيل. اسمها ايه؟ اي سيل. واحد قال لي طب واحنا نعرف منين الجلوكاجون بتاع البنكرياس من جلوكاجون الجهاز الهضمي مثلا؟ قال لك بيسموه حتى انتيرو جلوكاجون عشان الناس تعرف ان ده اللي طالع من الاستومك او من الانتستين. اطلق عليه العلماء انتيرو. انتيرو يعني دايجستيف. انتيرو انتيرو دي يعني دايجستيف. انتيرو يعني دايجستيف. خلي بالك بقى عشان تعرف تحفظه. انا خدت ثلاثه سكريشن بحرف الجي. يلا قوم يلا يا عيال يلا عشان تعرف تحفظ. جاسترين وجاسترين انهبيتوري وجلوكاجون ثلاثة جي. ايه هما؟ جاسترين جاسترين انهبيتوري جلوكاجون. تمام. طب وطلعت هرمون بحرف الاس خلايا اسمها دي سيل بتطلع سوماتوستاتين. بتطلع ايه؟ واحد يقول لي السوماتوستاتين ده ايه علاقته بكلمة دي؟ قالك نرجع تاني للليستة. أول واحدة اكتشفوه كان اسمها A وبعدين B وبعدين C وبعدين T. الديسن اكتشفوه في البنكرياس.
الامتياز كان الرقم بيطلع ايه؟ سوماتوستاتين. قال لك بس اي سيل ثانيه في الجسم تطلع سوماتوستاتين نسميها دي سيل. ايه سوماتوستاتين ده؟ انتي جراف هرمون. قال لك احنا بنطلع انتي جراف هرمون مثلا من الدايجستيف عشان يعمل لك ايه؟ يوقف نموك يا بعيد. لا مش انت يعني بعد شهر يوقف نموك؟ اكيد ربنا مش عامله عشان كده. قال لك هنا السوماتوستاتين هرمون ليه اكشن على الجلوكاجون والانسولين. هو اللي بينظم حركه الجلوكاجون والانسولين جوه الجسم او مثلا في البنكرياس. طب مثلا في الدايجستيف لا هو فانكشن بينهبت حاجات جوه الدايجستيف. يعني مش مثلا كلمه سوماتوستاتين عشان ينهبت الجراف اوف ذا بودي، لا ده لو مثلا في البنكرياس بينهبت الجلوكاجون والانسولين وهكذا. تمام. طب ايه كمان؟ سيروتونين لسه واخدين، وكمان بحرف الاس سيكريتين، ثلاثة اس. خلايا بتطلع سيروتونين سموها اي سي سيل. سموها ايه؟ اي سي سيل. واحد قال لي ايه القرف بتاعكم بقى ده؟ اي سي سيل مالها بقى؟ هو الكلام ده مفيش في دول اي سي سيل. قال لك كلمه اي سي سيل انتيرو كرومافين سيلز، اسمها كده. اسمها ايه؟ انتيرو كرومافين. انتيرو لان اكتشفوه في الدايجستيف تراكت. كرومافين يعني بتدي بوزيتيف كرومافين رياكشن، اسمها انتيرو كرومافين سيلز. انتيرو كرومافين سيل يبقى اي سي سيل اختصار انتيرو كرومافين. انتيرو كرومافين سيل. خلاص؟ طب واس سيل دي بقى سموها على اسمها سيكريتين، سيكريتنج سيل. السيكريتين سموها اس سيل. السكريتين ده بيستيميوليت البنكرياتيك دكت سكريشن. سكريتين. السكريتين ده بيستيميوليت بنكرياتيك دكت سكريشن. اكتب سكريتين عشان ما تبقاش بتذاكر كده كلام عبيط وخلاص. سكريتين بيستيميوليت البنكرياتيك دكت سكريشن. سكريت ايه؟ الكالاين فلويد. سائل عبارة عن مادة الكالاين عشان نيوتراليز الجاستريك اسيديتي في الديودينوم. تو نيوتراليز جاستريك اسيديتي في الديودينوم. يبقى بتسكريت سكريتين هرمون يستيميليت بانكرياتيك دكت تو سكريت الكالاين فلويد تو نيوتراليز جاستريك اسيديتي. بيسكريته فين؟ في الديودينوم. نوديه للديودينوم. عشان تبقى فاهم. يبقى انت فهمت ليه نطلع هنا سوماتوستاتين؟ انت فاهم ليه نطلع سوماتوستاتين؟ هل عشان ينهبت الهرمون؟ لا، ده بيريجوليت الجلوكاجون والانسولين. طب ليه نطلع سيروتونين؟ بيعمل فازو كونستريكشن للبلد فيسل، which is logic. خلاص؟ انا واحد مش باكل، ما عنديش عمليه ابزوربشن، مش همتص اكل من الدايجستيف تراكت، نطلع شويه ايه؟ سيرتونين. تعمل ايه في البلاد فيسلز؟ ضيقه مش عايزينها. طب انا بقى عايزه اروح وادايجست واهضم وازورب، عايزين نعمل ايه في البلاد فيسلز؟ اعمل ايه للسل اللي بتطلع ده؟ انهبت. يبقى هي ليها لوكال ميكانيزم مثلا في الدايجستيف تراكت. تمام؟ طب ممكن اقول لك والاخير ده اسمه ايه؟ سكريتين. ايه السكريتين ده؟ بيستيميليت البنكرياتيك دكت ان هي تطلع الكلاين فلويد تو نيوترلايز جاستريك اسيديتين. خلاص؟ اتنين ليهم حركة علاقة بالحركة. موتيلين كوليسيستوكاينين بانكريوزاينين. ام او موتيلين. ام او موتيلين. ام او موتيلين. ام او موتيلين. بيريجوليت جات موتيليتي. موتيلين بيريجوليت الموتيليتي اوف الجات. جهاز الهضم. طب وايه بقى اي ده؟ كوليسيستوكاينين بانكريوزاينين. ترجم الكلمه. كوليسيست ايه؟ كوليسيست دي جول بلادر. كاينين يعني ايه كلمه كاينين؟ كاينيزس. كاينيزس يعني يحرك، يحرك الجول بلادر، يعصر الجول بلادر، الهرمون اللي بيخلي الجول بلادر تو كونتراكت تو بوش السكريشن اللي فيه. اند بانكريوزاينين نفس الهرمون يستيميوليت بانكرياتيك سكريشن انزيمز. يستيميوليت بانكرياتيك انزيم سكريشن. يبقى الهرمون ده اسمه ايه؟ كوليسيستوكاينين بانكريوزاينين. يستيميوليت الجول بلادر ان هي تكونتراكت تو بوش السكريشن.
يستيموليت موتيليتي اوف ذا جول بلادر. طب وبنكريوزايمين يستيموليت البنكرياس انه يعمل انزيمات حاضنه. تمام؟ اتنين ليهم علاقه بحاجه نيرفس. نيوروتنسن من اسمه كده نيوروتنسين او نيوروتنسن حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالنيرفس تيشن. طب وايه كمان؟ انكفلين ذا بين كيلر. انكفلين ذا بين كيلر. انكفلين اللي هما زي الاندورفينز وكده اللي هما البين كيلر. هو كاتب حتى اندورفين سوري اندورفين عشان نبقى زي الكتاب اندورفين اللي هو بين كيلر. مش من نيوروتنسن؟ نعم نيوروتنسن. نيوروتنسن نوع من يعني زي النيوروترانسميترز كده ليه علاقه بان هي نيرفس تيشو. ايه رايكم بقى كده في التقسيمه بتاعتهم؟ يبقى نذاكرهم ازاي بقى؟ ثلاثه بحرف الجي اللي هم ايه ثلاثه في الجي؟ يلا عشان نخلص. جاسترين وايه كمان؟ جاستريك انتريكولي وايه كمان؟ جلوكاجون وثلاثه بالاس سوماتوستاتين سيروتونين سيكريتين واثنين لهم علاقه بالموتيل موتيلين كوليسيستوكاينين بانكريوزاينين واثنين لهم علاقه بالنيرفس تيشو نيوروتنسن واندورفينز. خلاص؟ احنا كده خلصنا شويه دول مورفين جدا في حفظهم. بانكرياس ايلاند اوف لانجرهان از كونسيدرد از عبود سيل. فايرويد لسه واخدين النهارده واحده من الفايرويد مين؟ السي سيل. فاكرين اللي خدنا فيها جرانيولز بتتسرب في السيل كانت مين؟ سي سيل. في البيتيوتري جلاند كورتيكوتروبس بس واحد يقول لي ما الكتاب ما قالش قال لك بس كورتيكوتروب بس هي اللي بتعتبر عبود سيل. كورتيكوتروب تعتبر عبود سيل. ايه كمان؟ في السكين خدناها السنه اللي فاتت ميركل سيل. اللي فاكر ميركل سيل السنه اللي فاتت هيعرف ان كان فيها جرانيولز بتستن السيل ميركل سيل. ايه كمان؟ في الكدني لما نيجي ناخد الكدني جاكستا جلوميرولر ابريتس بيطلع رنين. ايه جاكستا جلوميرولر ده؟ نيجي ناخده في الكدني بعد كده جاكستا جلوميرولر ابريتس. في الهايبوثالامس كل النيورو سكريتوري سيلز اوف دي هايبوثالامس. في السوبرا رينال الكرومافين سيل اللي بتدي بوزيتيف كرومافين رياكشن بس اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين سكريتنج سيلز. خلاص؟ الاي بي يو دي بسؤال تحليلي. تحريري ديسكرايب اي بي يو دي سيلز. تعدليهم تقولي الكاركتر وبعدين تقولي ايه هم. تعالوا بقى ناخد اخر حاجه اي بي يو دي. نعم؟ ايه؟ على ايه؟ عشان هم مش عايزين ينزلوا تاني خالص. اصل بعدين باقي الاي بلس لا لا مش البنكرياس كله اي بلس. البنكرياس كله تبع الدايجستيف الا الاي بلس والبنكرياس تبع الكيموثيرابي. دي نص سطر. هتعلم الاي بلس وكده العنوان اي بلس وكده. دكتور البنك كله مش عليه هنا؟ لا مش مش عليه مؤجل لبعدين مؤجل مع الدايجستس السنه الجايه مؤجل كلهم
مرقمين في التيل اوف البنكرياس. كلهم مرقمين فين؟ ناحيه التيل. البنكرياس دي هيد وبادي اند تيل، هم مرقمين ناحيه الايه؟ التيل. Not surrounded by connective tissue capsule but supported by reticular connective tissue. يعني ما حولهمش connective tissue capsule. بيجي كتير قوي في امتحان الام سي كيو يقول لك الايلت اوف لانجرهان محاطه بكبسول، لا لكن supported by reticular connective tissue. ما عليهاش كبسول. انتوا عارفين لو كان عليها كبسول كنا اعتبرناها جلاند منفصلة. نبصر عمل بكبسول لكن سبورت بايه؟ بريتيكولر كونكتيف تيشو. واكيد علشان تعمل هرمون تودي البلاد لازم يكون عندها فينستريتد بلاد كابيلر. طب بصوا بقى عايزين نذاكرهم. الايلت اوف لانجرهان عباره عن ثلاثه مين سيلز، الفا بيتا دلتا ديسل، ثلاثة رئيسيين. ألفا خلايا صغيرة وهيطلع لونها أحمر كده ما قالش علشان ما يضايقكش. واللي مذاكر لازم يعرف اللي مذاكر بيتيوتري جلاند هيديني تفسير دلوقتي. دلتا ممكن نسأل حضرتك سؤال؟ مين أعلاهم في النسبة؟ بيتا 70% يليها ألفا 15% يليها دلتا 10%. يبقى مين حجمها أصغر واحدة في جروب ده؟ بيتا. ومين هيبقوا كبار؟ ألفا والدلتا كبار. تمام؟ طب قالك البيتا بتطلع انسولين، طب والدلتا بتطلع جلوكاجون، والدلتا بتطلع سوماتوستاتين. تقدر تقول لي وظيفه السوماتوستاتين هنا ايه؟ دي ريجوليت الانسولين اند ايه؟ جلوكاجون. تمام؟ هو الثلاث هرمونات اللي انا كتبتهم دول طبيعتهم ايه؟ بروتينات. واحد يقول لي ما طبيعتهم بروتينات يبقى لازم خلايا لونها ايه؟ ازرق ليزوفيليك. واحد يقول لي وانت رحتي رسمه واحده منهم احمر. اتفقنا ايه اللي هيطلع لونه احمر جواها؟ جرانيول. يبقى دي جرانيول بس الجرانيول هتطلع لونها ايه؟ الكتاب عشان ما يضايقكش ما رضيتش يقول على فكره اللي شالوها من الكتاب. بس هي نفس فكره مين؟ الاسيدوفيل والبيزوفيل والكروموفوب بتوع الكيتيوتري فاكرين؟ طب ودي جرانيول بتاعتها تطلع لونها ايه؟ ودي الجرانيول بتاعتها قال لك بتستينلس سيل. قول مين؟ الجرانيول بتاعتها بتستينلس سيل في البون. يبقى لو انا شاطر قوي دي جرانيول بتاعتها بتستين لونها ايه؟ احمر. دي جرانيول بتاعتها بتستين لونها ازرق، دي جرانيول بتاعتها بتستين لونها بني بالايجي. يبقى لو انا برتبهم كده تقدر بقى تقول لي ايه اللي بيجمع ما بين الناس دي وبعضيها؟ قال لك طب ولسه في معلومه كمان، دول موجودين في السنتر اوف ذا ايلت عشان اعرف اذاكر بقى واخلص. طب والاثنين التانيين دول على البريفري اوف ذا ايلت اللي لونها احمر واللي لونها اسود على البريفري اوف ذا ايلت. يلا حد بقى شاطر كده يقول لي دي موجوده فين؟ في السنتر، والتانيين موجودين فين؟ في البريفري اوف ذا ايلت. تقدر تقول لي كده السنز الثلاثه دول الفا وبيتا ودلتا ايه اللي يجمع بينهم؟ الفا بتطلع جلوكاجون، بيتا بتطلع انسولين، دلتا بتطلع سوماتوستاتين. بيعمل لي ايه؟ تمام؟ الفا لو فيها جرانيول هتطلع لونها احمر، طب الثانيه لو فيها جرانيول تطلع ازرق، والثالثه لو فيها جرانيول بتستني ويز سيلز ارجنتافين سيلز، يعني ارجنتافين يعني ارجينوفيليك يعني.
تمام؟ طب ممكن اسالك سؤال، مين اعلى برسنتج الانسولين؟ البيتا. طب تلينا مين؟ الفا. ليه؟ حجم. الحجم الاول الحجم مش اهميته كمان في عندي في الدايجستيف تراكت في الاستومك وفي الانتستين وفي البنكرياس وفي الكومن بايلر خلايا بتطلع الهيموجلوبين لكن مصدر الانسولين هو الكلى. وان كان تخيلوا دلوقتي اكتشفوا فيري ريسنت ان الخلايا بتطلع انسولين في القرطاس، تخيلوا اختراع جديد ان الانسولين مش بيطلع بس من البنكرياس ده بيطلع من القرطاس جلاندز. بس احنا مالناش دعوه، احنا لينا دعوه ان هو بيطلع لحد دلوقتي منين؟ من البنكرياس. لكن الجلوكوزين بيطلع منين؟ من البنكرياس ومن الاستومك ومن الانتستين ومن الجول بلادر داكت، بيطلع من كذا مكان. تمام؟ ممكن اسالك كده نسبتها كام الخلايا اللي بتطلع جلوكوزين؟ 15%. واللي بيطلع انسولين 70%. واللي بيطلع سوماتوستاتين 10%. ليه السوماتوستاتين سكريتنج سيلز اقلهم؟ لانها ريجيلاتوري انفانكشن. لسه ما قلناهمش. طب تعالوا بقى الجرانيول بقى كلام بتاع الناس تكنيشنز كاتب لك على البيتا جرانيول الفا سيلبل اند ووتر ريزيستنت، والثاني الالفا جرانيول ووتر سيلبل اند الفا ريزيستنت. واحد يقول لي وانا مالي؟ صح مالكش دعوه، ده كلام بتاع واحد تكنيشن في المعمل. يقول له خلي بالك لو جبت كحول على الجرانيولز بتاعتيها سوق، ولو جبت ووتر على الجرانيولز بتاعتيها ترسيل، انت تمام؟ مين متركزين في المركز؟ بيتا. ومين حواليها بره؟ الالفا والبيتا. تمام؟ كل دول لازم يبقى فيهم سيبريتد ايه؟ بفلستريتد بلاد كابيلاري سيستم. لازم يبقى فيهم فلستريتد ايه؟ كابيلاريز. تمام كده؟ الطريقه دي بقى اسهل كده في مذاكرتهم على الاقل يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني بص هو في فرق ان انت تذاكرهم وانت فاهم، وفرق وانت بتذاكر وتلقى شويه حاجات كده على بعض وخلاص. اوكي؟ طيب تعالوا بقى ناخد كده تو سيلز تانيين. واحدة اسمها السي، واحدة اسمها البيبي. واحدة اسمها سي واحدة اسمها ايه؟ بيبي. واحدة اسمها ايه؟ سي واحدة اسمها بيبي. خلاص؟ السي بقى والبيبي دول ايه اللي بيجمع بينهم؟ البرسنتج بتاعتهم ضئيله جدا، بتاعت السي 3%. اهو بذكائك بقى المفرط اكيد دي 3% باينه قد ايه؟ ولا حاجه، باقي 2%، يعني يمكن البي دي 1%. خلاص؟ طيب يبقى السي كام؟ 3%. ايه اللي بيجمع ما بين التو سيلز؟ few organelles, few granules. Few organelles and few A granules. طب and A ايه اللي بيجمع كمان منهم؟ few percentage. few organelles, few granules, few percentage. اه ما فيش حاجه اسمها few percentage طبعا، بس انا اقصد ايه؟ عشان نبقى كلمه few ثلاث مرات اتكررت، low in percentage. طب لو جيت سالتك كده ايه دول؟ C اختصار لكلمة clear. لسه واخدين النهاردة واحدة اسمها clear. فين؟ البارافيلكولار سيلز. يبقى في واحدة تانية اسمها clear تانية. وكلير يعني معناها ايه؟ ما بتاخدش صبغة لا أحمر ولا أزرق. بص كده دي خدت صبغة مين؟ الجرانيولز ايه؟ حمرا، حتى الكتاب ما كتبش عشان مكسوف منه. ودي خدت جرانيول لونها زرق، دي خدت جرانيول لونها بني. قال لك دي لما جم يصبغوها طلعت very pale، ما بتحبش الصبغات فسموها سي سيل. خلاص؟ بتعمل ايه السي سيل دي؟ قالك مش عارفين. يا اكزهوستد سيلز مش عارفين، اكزهوستد ميبي. خدنا الفكره دي من قبل كده. كروموفور. خدناها في كروموفور. او دي جرانيوليتد سيلز. يعني يا ستم سيل او دي جرانيوليتد يعني اكزهوستد سيلز. دي جرانيوليتد يعني انتزعت منها جرانيولز. كانت فانكشننج وبقت نون فانكشننج سيلز. اماتيور يعني ايه ستم سيل؟ اماتيور يعني ستم سيل. يعني احنا دلوقتي تخيلوا مش عارفين هي السي سيل دي بتاعت ايه؟ هي الاساسيه بتاعت الاي والبي والدي، ولا هي كانت اي وبي ودي وتعبت؟ زي مين بالظبط؟ فكره اسيدوفيل وبيزوفيل وكروموفور بالظبط. طب البي بي؟
بانكرياتيك بوليبيبتايد. كلمه بي بانكرياتيك بوليبيبتايد. بانكرياتيك بوليبيبتايد بتسكريت بانكرياتيك بوليبيبتايد بيريديوس البانكرياتيك انزيماتيك سكريشن، بيقلل سكريشن اوف ذا بانكرياس الانزيمز. اخر حاجه دول ايه اللي بيجمع بينهم؟ يو برسنتج يو اورجانلز يو جرانيولز. اخر اثنين بحرف الجي جاسترين سكريتوري سيلز جانجليون سيلز. اثنين جي جاسترين سكريتوري سيلز جانجليون سيلز. جاسترين سكريتوري سيلز وايه وجانجليون سيلز. الجاسترين دول بيستميليت اتش بي ال سكريشن. طب وايه جانجليون سيلز دي؟ بتكنترول السكريشن اوف ذا اذر سيلز باي نيرفس كنترول. ايه ده؟ مش سمعت قبل كده عن واحد اتعصب قوي او زعل قوي صحي عنده سكر؟ يبقى ايه الستريسفل كونديشنز اللي بيستميليت النيرفس سيستم اللي هو بيأثر على السيلز دي لان ما بيكون جاي من السيلز. يبقى في ميكانيزم اندر الايه الكنترول بتاع النيرفس تيشو. خلصنا كده ايلت اوف لانجرام. الايلت صعبه؟ طب حد يقول لي كده الايلت اوف لانجرام حواليها كونكتيف تيشو كبسول وبتسبورت بايه؟ بريتيكولار كونكتيف تيشو. الثلاث خلايا الاساسيه مين هما؟ الفا وبيتا وجيتا. البيتا نسبتها 70 والالفا 15 والدلتا 10. دي السن بتاعتها فيها جرانيولز اللي تطلع لونها احمر ودي ازرق ودي بني، يعني دي الوحيده اللي ستيند ايه بسيمبل. دي صغيره في الحجم لكن الاثنين دول كبار. دي موجوده سنترال لكن الاثنين فيري اوف ذا ايلي. اوكي دي بتسكريت انسولين ودي بتسكريت جلوكاجون ودي اللي بتنظم الانسولين والجلوكاجون. خلاص. طب اثنين بحرف الجي جاسترين سكريتنج سيلز وايه جانجليون سيلز واثنين فيهم فيو برسنتج فيو اورجانلز فيو جرانيولز اللي هم سي وبي بي. خلاص خلصنا دوره كلينيكال ابلكيشن انا كلينيك طب حلو قوي كلينيكال ابلكيشن. كلينيكال ابلكيشنز واحد عنده جاستريك ألسر. اول احتمال واحد يجيله ألسر في المعده بيبتدوا بيعتبروه اول حاجه هي الستريس ويبتدوا يديله ادويه تقلل الستريس شويه. خلاص ويقولوا له ايه يدوا له ادويه تبروتكت الميكوزا بتاعت الاستومك ويقولوا له تقلل اكل الحاجات اللي بتلبي الاستومك وتقلل الادويه وتقلل اكل الشطه اللي هي السبايسي وتقلل المواد الكولا اللي هي بتدجست بتبهدل الميكوزا. خلاص طب راح الراجل دخل العلاج ورجع بريزيستنت ألسر ما بتتعالجش. ده معناه ان العكس بقى ان مش مشكلته كده ستريس بقى ومش عارفه لا ده ال HCL بيطلع بكميات غير طبيعيه فوق المعدل الطبيعي. يبقى مين اللي كتير اللي بيستمريت ال HCL؟ الجاسترين. طب الجاسترين بيطلع من ايه؟ من الجي سيل. والجي سيل دي موجوده فين؟ في الاستومك وفي الديودينم وفي البنكرياس موجوده في حتت كتير في الجسم. ممكن يجي تيومر في الجي سيل خاصه الجي سيل بتوع الديودينم والبنكرياس يخلوا الواحد ده يطلع كميه رهيبه من الجاسترين. مهما اديت له انت من علاج هو نسبه الجاسترين عنده رهيبه بتستميليت اتش سي ال رهيبه. يبقى ده هيفضل عنده ريزيستنت ألسر ما بتتعالجش. يبقى لو يبقى مش الموضوع بقى كله لما يبتدي بقى دكتور شاطر للدكتور مش شاطر. ده الفروقات ان الدكتور الشاطر بيبقى عنده حاطط في دماغه معلومات كتير وعارفها. طب الدكتور مش شاطر يروح للعيان يقول له عندك جاستريك ألسر يروح العيان بعد شويه يقول له العلاج مش جايب نتيجه يقعد يشتمه انت حمار انت ما مشيتش على علاج انت كلت شاطر انت ما اعرفش ايه وما يفكرش في حاجه ثانيه في اوبشن ثاني. وممكن العيان يكون مره من دول بالمرات نسي فعلا وكان حاجه من دول ويقول له فعلا انا اكلت ويسيبه على كده وتطلع مشكله العيان في ايه؟ يبقى معنى كده ان اول ما العيان يجي لك بريزيستنت ألسر والى حد ما ماشي على علاج كويس ومش بيتعالج ما تقولوش طب نمد الكورس كمان ست سنين تانيين طب يكون الادينوما ولا التيومر ده بهدل الدنيا. لا ده من اول مره وفي ناس بتعمله كاروتين
عندك جاستك انسر معلش مش هنخسر حاجه ان احنا نتشك الجي سيلز ونشوف هل فيها تيومر ولا اكسكلودد ايت الاول، خاصه لو عيان جاي فيري هاي ليفل من الاتش سي من اول مره. خلاص فاكرين لما العيان اللي جاله هايبر تنشن وما كناش عارفين سبب الهايبر تنشن وبرزيستنت وطلع عنده حاجه اسمها ايه؟ في كروموسايتوما تيومر في السيلز اللي بتطلع في الكروموسايت، يبقى ده في دكتور فكر في فكره، خاصه لو شاب صغير، شاب صغير جاي بهاي بلاد بريشر عالي جدا ومش بيقل، معرفش اقول بقى معلش يا ابني بتاع الستريس بتاع الامتحانات والتوتر وروحك انت هتبقى حلو، لا ببتدي افكر على طول ان احتمال يكون ايه؟ اورام زي دي. خلاص كده؟ تمام؟ ده كده التيومرز. الميديكال ابلكيشنز في سنه ثانيه اهم بكتير قوي من سنه اولى، خاصه هي كلها حاجات مرتبطه بالحياه، فبتيجي بعمق في الامتحانات الام سي كيو. يعني المره اللي فاتت كان اي وير وشويه سي ان اس مش كتير من بقى دايجستيف والكراين وكده، دي حاجات مطبقه ديلي في حياتنا بنشوفها كل يوم. خلاص؟ فمهمه جدا. اوكي؟ تاخدوا بريك بتاع اسبوعين كده ولا حاجه مني صح؟ ولا ثلاثه؟ دايبيتس من ايه؟ عندكم دايبيتس مليت ما عنديش في كتابي وريني شكرا دايبيتس مليت طيب تعالوا نقوله بقى بسرعه عندنا كم نوع من الدايبيتس مليتس؟ 2 اكيد انتوا عارفينهم نوع اسمه تايب 1 دايبيتس ونوع اسمه تايب 2 ايه الفرق بينهم؟ تايب 1 دايبيتس مليتس ده ايه؟ الرأس الانسولين طب وتايب 2 انسولين ريزيستنس يعني ممكن يكون عندي مشكله في الريسبتور اللي بتستقبل هذا الهرمون اوكي ده اللي هو الفرق بينهم اوكي التايب 1 اللي هو بيظهر ايرلي اللايف اللي هم بيسموه الجوفينايل دايابيتس كلمه جوفينايل يعني اطفال او صغير في السن ان هو ده مشكلته البيتا سيل فيها مشكله طب وتايب 2 بيتا سيل ما فيهاش مشكله بس هو عنده ريزيستنس للانسولين خلاص مين اللي بيظهر في سن صغير؟ ومين اللي بيظهر بعدين بعد سن ال 40 وكده؟ تايب 2 بصوا بقى يا جماعه انا اتواصل على الجروب فبليز